لسه في الدوري الانجليزي ولاعب مصري اخر حظه وحش شويه، محمود حسن تريزيجيه النهارده في مباراه استون فيلا وكريستال بالاس حصل على بطاقه حمراء خلال 10 دقائق، يعني خد انذار في الدقيقه 44، خد انذار تاني في الدقيقه 54، للاسف خرج من المباراه وفرقته بعد كده خسرت بهدف دون رد امام كريستال بالاس. ما كانش نفسي ان محمود تريزيجيه يغيب عن تشكيله أستون فيلا الأساسية في أي مباراة في المباريات اللي فيها البداية دي، خاصة إن هو لسه ما سجلش، لسه ما دخلش أجواء الدوري الإنجليزي بشكل كامل، فخروجه في أي وقت بره التشكيلة وهو بقاله فترة من ساعة ما بدأ الدوري هو في التشكيلة الأساسية. خروجه يخوف شوية، لو حد دخل مكانه، أنتوا عارفين اللي بيخش يركب مكان أساسي في الدوري الإنجليزي في الغالب ما بينزلش من عليه، فإن شاء الله ما يكونش الأمر يعطل محمود تريزيجيه في مسيرته اللي بدأت الحمد لله بداية محترمة جدا مع أستون فيلا وشارك في كل المباريات بشكل أساسي.